على تليفون بنرحب بيه الدكتوره وفاء علي خبيره الطاقه. دكتوره وفاء تحياتي لحضرتك واهلا وسهلا بيكي. وقد ايه الانجازات دي في مجال الطاقه هيستفاد بيها المواطن المصري؟ الحقيقه الشكر موصول لحضرتك وفريق العمل والساده المشاهدين. الحقيقه اسمحي لي يا استاذه ايه في البدايه اقول ان طبعا ان ما زالت مصر بتواصل نجاحاتها في اداره ملفاتها الاقتصاديه بفضل ادائها المؤسسي الناجح الحقيقه والدعم الرئاسي المتواصل الذي يستشرق الحقيقه لمصر مكانه هي تستحقها بالفعل بعد تحولها من دوله مستهلكه الى دوله مصدره للطاقه. وهذا الدعم الحقيقه في التقرير اللي هنستعرضه مع حضرتك اليوم اللي هنشوف ابعاده على دورنا كمركز اقليمي للطاقه وايضا على المواطن المصري. الحقيقه الاستراتيجيه اللي تبنتها وزاره البترول هي رؤية كانت متكاملة الحقيقة استراتيجية 2030 اعتمدت فيها الحقيقة على ثلاث محاور والمحاور الثلاثة الحقيقة بتخدمنا سواء محليا أو عالميا. أولا تأمين إمدادات الطاقة وتنوعها بضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع تمثل 1.2 مليار جنيه في خلال السبع سنوات اللي حققنا فيهم هذا الملف الناجح. الحقيقة احنا عندنا استعراض لثمار النجاح في هذا القطاع. الحقيقه حضرتك يمكن لو جينا نتكلم ان الشاهد الوحيد ليس تحولنا من دوله مستهلكه الى دوله مصدره، وانما ان احنا انطلقنا ايضا بهذا القطاع وقصص نجاحه الى العالميه بمنتدى غاز الشرق المتوسط. طبعا الاستثمارات الكبيره دي بتؤدي قدامها طبعا الى فرص عمل متاحه على مستوى كبير جدا. ايضا المحور الثاني يا فندم استدامه الامدادات او اداره الطلب وضمان الاستدامه، انت بتضمني طول العام حسن اداره للطاقه محليا وايضا بتدريها على المستوى العالمي في اداره مخزوناتك. المحور الثالث هو حوكمه هذا القطاع تمشيا مع السياسه العالميه في التحول الرقمي والبحث الدائم عن القيمه المضافه. حضرتك عند تحولك الى الرقمنة في هذا القطاع أو الحوكمة في هذا القطاع ربطت منظومة الوقود أو كبار المستهلكين ومنافذ التوزيع وكل المنظومات اللي انت شغالة عليها بمنظومة مراقبة الوقود، فانت عملتي حوكمة لحسن إدارة أيضا مخزوناتك سواء من البترول أو الغاز. واسمحي لي يا أستاذة آية أنا عايزة برضو في نقطة مهمة جدا، لو التقرير طبعا بيدينا أرقام مهمة جدا ويمكن من أهم الحاجات اللي حصلت في السبع سنوات في الاستراتيجية اللي احنا متبنيينها إن هذا القطاع حقق ثمار نجاح عالية جدا. احنا عندنا اتفاقيات يمكن من 2010 لحد 2014 تعثرنا كثيرا في عقد اتفاقيات مع الدول الكبرى. احنا عندنا اتفاقيات حدها 99 اتفاقية بحد 17 مليار دولار وهو رقم الحقيقة محترم. معدل النمو في هذا القطاع الذي ينعكس على قطاعات الدولة وعلى المواطن المصري ارتفع من سالب 11 إلى موجب 20%. حضرتك حققتي أيضا فائض في الميزان التجاري في النصف الأول من عام 2021 يمثل 2.3 مليار جنيه وهو في عودة أيضا داخليا. ساهم هذا القطاع في الناتج المحلي أو القومي ب 27%. تحقيق الاكتفاء الذاتي حاليا بالنسبة لنا بالنسبة للغاز والمنتجات البترولية إن شاء الله عام 23 سيحدث اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية، يعني توفير مليارات من الاحتياط النقدي. ده هيعود إيه بقى بالنفع للمواطن المصري؟ المصري أنت حضرتك كل المبالغ اللي كنت بتستنزفيها من الاحتياط النقدي هتستثمريها في قطاعات أخرى تعود بخدمات أخرى على المواطن المصري. المبادرات اللي تبنيتيها يعني زي مبادرات إحلال السيارات دي بتوفر بالغاز الطبيعي بتوفر للمواطن حوالي 55% من دخله بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة. ويمكن حضرتك شايفة السيد الرئيس في مؤتمر المناخ في قمة جلاسكو كان بيتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لمصر للانتقال إلى الطاقة النظيفة. أنا عايزة كمان أقول لحضرتك أن هناك طرح أول مزايدين علامتين على بوابة مصر الجيولوجية كانوا في فبراير الماضي للبحث والاستكشاف
والحقيقة دول نتج عنهم طرح 24 منطقة بشرق وغرب المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، وده بالنسبة لنا إنجاز كبير جدا، لأن احنا تم إسناد 31 منطقة لشركات عالمية فيها شركات تدخل مصر باستثمارات عالية تقدر ب 1.9 مليار دولار، ومنح توقيع 249 مليون دولار. الحقيقة يا فندم كمان من ضمن يعني الأبعاد الجيوسياسية وأيضا فيها برضو مردود اقتصادي على المواطن المصري، ان احنا بدأنا البحث والاستكشاف في مناطق بكر، مناطق جديدة، وهي منطقة البحر الأحمر بوضعها على خريطة البحث والاستكشاف الحقيقة على مساحات كبيرة بدراسات تكلفت 750 مليون دولار. وعايز اقول لحضرتك ان تم من خلالها اعداد مناطق وارصفه جديده بالعين السخنه بشراكه عربيه تقدر ب 400 مليون دولار، بالاضافه الى تاهيل المعامل كمان ب 8 مليار دولار. الحقيقه احنا كمان الشبكه عندنا بالنسبه للمواطن المصري في اي مكان، لدينا شبكه اكثر من 6000 كيلو متر طولي لنقل الغاز من اي طيب مكان. دكتوره وفاء، انا محتاجه اسال حضرتك سؤال اخير، ويا ريت يعني كمان تكون الاجابه تبقى واضحة للمواطن المصري بشكل مباشر. بعض الآراء تقول يعني من أين مصر تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة نتيجة يعني مواجهة تغيرات المناخ، وفي نفس الوقت هناك اكتفاء ذاتي ومعدلات ضخمة جدا ونتائج عالية جدا في الطاقة من البترول ومن الغاز الطبيعي، يعني ده ازاي هنقدر ان احنا نوازنه وفي نفس الوقت نستفاد منه كدولة مصرية في المستقبل؟ الحقيقة فندم مصر وضعت لنفسها استراتيجية للطاقة المتجددة والطاقة الجديدة، بمعنى انت عملت انتقال طاقي لحد من سنة 20 ان شاء الله ل 2035، انت وضعت استراتيجية لاستخدام 42% من الطاقة المتجددة تمثل من اجمالي الطاقة، ثم انتقلت بيها لمرحلة 40، ثم ان شاء الله عام 2061 عندك 67% من اجمالي الطاقة يمثل الطاقة المتجددة. مش بس كده، احنا على هامش مؤتمر ايديبك الموجود حاليا في الامارات العربية هناك اتفاق مذكرة تفاهم يتم اعتمادها بين وزير البترول المصري ورئيس شركة إني على المنظومة الجديدة اللي ستعرض في مؤتمر كوبك 27 بشرم الشيخ إن شاء الله، اللي مصر هتستضيفه المرة الجاية، لاعتماد استراتيجية تخزين الكربون وثاني أكسيد الكربون، وشركة إني ليها باع كبير فيه. إذا حضرتك بتمشي جنبا إلى جنب، عندك انتقال طاقي، أنت عندك غاز هتصدريه، عندك غاز هتستخدمي منه داخليا الجزء اللي هيهمك، عندك استراتيجية أخرى دخلت وهي استراتيجية الهيدروجين الأخضر اللي بتلحق بزملائها من طاقة الرياح والطاقة المتجددة. والحقيقة احنا خططناها كويس جدا الحقيقة، لأن مصر فعلا تبنت استراتيجية واضحة، ويمكن زي ما السيد الرئيس تكلم في قمة جلاسكو بالمناخ إن حان الوقت لأن يكون قرار العالم ليس قرار أحادي، وإنما هو قرار عادل يشمل جميع دول. وخلي وكمان يعني بالتوازي مع كلام حضرتك ده اللي احنا بنقوله في حجم الإنجاز اللي حققه قطاع البترول في مصر خلال السبع سنوات اللي فاتت، يعني دكتورة وفاء حقيقة الملف ده محتاج حلقات وحلقات عشان نقدر طبعا ان احنا نوفيه حقه وإيضاحه للمشاهد الكريم، ولكن دايما بنحاول ان احنا يعني ناخد كده ابرز العناوين فيها عشان نقدر ان احنا نواكب التطورات اللي بتحصل فيه. دكتوره وفاء علي خبيره الطاقه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله والإيضاحات.